احنا مستمرين ان شاء الله في مبادراتنا الخاصه بفك الكرب وتسديد ديون الغارمين والغارمات بالتعاون مع جمعيه بدايه، والحمد لله قدرنا نسدد ديون عدد كبير من الغارمين والغارمات ورجعناهم لاهاليهم. قد ايه شيء عظيم جدا جدا انك انت تفك كرب انسان كان هيدخل السجن او انسانه عشان خاطر تجهز ابنها او بنتها. التضحيه في حياه الاباء كبيره جدا على فكره، ما بيحسهاش غير الابناء لما بيكبروا ويبقوا اباء، فيعرفوا قد ايه ان اهاليهم ضحوا وضحوا بكتير قوي عشان خاطر يسعدوهم. لما بنسمع كلمه بياخد اللقمه من بقه عشان يديها لابنه بنفهم الكلمه دي لما بنكبر وبنعرف ابهاتنا وامهاتنا عملوا لنا ايه. الاباء والامهات دول ما لهمش اي ذنب غير ان هم عايزين يسعدوا بناتهم ويسطروهم ويجهزوهم ويجهزوا ولادهم. فالنتيجة لكده ان هم للاسف الشديد ممكن جدا ان هم يتورطوا ويكتبوا كمبيالات ويقعوا في ايدي الناس ما ترحمش، واللي ياخد 2000 يمضوه على كمبيالات ب20 وب30 و40، هو ده ما تبقى كمبياله تبقى 20 كمبياله، وبدل ما يبقى الحكم شهر يبقى الحكم سنة وسنتين وساعات 10 سنين والمبلغ زهيد. الحمد لله احنا ربنا بيستخدمنا وبيستخدم غيرنا الحمد لله، لان في اخرين كتير بيعملوا نفس الدور ده في جمعيات كتيرة وفي افراد بيروحوا السجون وبيطلعوا وبيشوفوا الناس اللي دخلوا او اللي داخلين في قضايا خاصة بالغارمين والغارمات وبيفكوا كربهم وبيسددوا اللي عليهم وبيرجعوهم لاهاليهم. انتوا عارفين يعني ايه ان الام تتحبس او الاب يتحبس؟ يعني البيت ينهار. ربنا يجعلنا سبب دايما في عمار البيوت، اللهم امين. تعالوا نشوف ونسمع فرحه الناس اللي الحمد لله قدرنا في واحد من الناس ان احنا نفك كربهم ونسدد ديونهم. شغال ارزاق على دراعي وانا معايا 4 بنات، فطبعا رحت اكشف عند الدكتور قال لي عندك عمليه بيضة على عينيك وميه بيضة، فانا معيش فلوس ان انا اعمل عمليه، فسلفت 2800 جنيه من واحد قعد بتاع 4 شهور او 5 شهور، فاللي جبت منه ده خد عليه وصل امانه، وهو واحد من الناس اتصلت عليها هي، فكلمته قال لي في جمعيه اسمها جمعيه بدايه، قال لي سيدي عليك الدل عليك، فقلت له ماشي، فالناس جوني وعمل لي بحث ماشي، والناس جو سدوا عليا الدين ويشكروا، وانا والله ما كنت مصدق برضه انهم يسدوه، والله العظيم يشكروا والله يسهل لهم، اي واحد فعل خير الله يسهل له. جوزي كان مريض وتوفى وعندي 10 ولاد، 9 بنات وولد واحد، وساب عليا ديون 74,000 جنيه. كان مرفوع فيها شيكات وكان عليا حكم نفاذ بسنه وكفاله 4000. الولاد يعني انا لو استجنت ما كانش العيال دي ما لهمش حد اصلا. يعني العيال دي كانت تتشرد وكانت تتبهدل. كلمت واحد من الناس حولني على جمعيه بدايه. سددوا لي ال 74,000. مش يعني انا مش عارفه اقول لهم ايه، عشان بجد انا كل يوم اصلي الفجر وادعي لهم. استكمال المبادره مع برنامج واحد من الناس اللي هي الخاصه بسد الديون وفك الكرب، اتحول لنا حالتين، حاله منهم لعم محمد شحات عنده مشكله صحيه في عينه محتاج يعمل عمليه وما كانش معاه فلوس فاضطر يستدين، ومبلغ بسيط هو مش كبير حوالي 2800 جنيه، لجأ لبرنامج واحد من الناس وهي احالته لينا، واحنا اتاكدنا فعلا انه المبلغ ده استلفه علشان العمليه الجراحيه دي، قمنا بالسداد الحمد لله. جت لنا بقى حاله ثانيه، دي حاله بصراحه كانت صعبه شويه، ارمله اسمها منال، عندها عدد من الاطفال كبير، هي الست زوجها توفى وكان عليه ديون كتير، ربنا
كرم يعني قدرت تسدد عن طريق أهل الخير، وتبقى مبلغ حوالي 74,000. ده بقى المبلغ ده كان نظير إنها جوزت بنتين من التسع بنات دول. لجأت للبرنامج واحد من الناس، والبرنامج أحلها لجمعية بداية. احنا بحثنا الحالة وتأكدنا فعلا انها مستحقة، ربنا الحمد لله اراد يعني ان احنا نبقى سبب في ان فك الكرب الشديد ده اللي كان عليها، وسددنا الحمد لله رب العالمين الدين ده.